حواليكي. انا لازم اطفشك، ده انتي زهقتيني في حياتي وفايشتي. ايه اللي ماما بتقوله ده؟ عايزه هويشه مني عشان تحج، عايز حج على قفاه كمان. انا حواليكي. انا لازم اعرف ماما بتعمل ايه. اخيرا هخلص مني من قرفك. ايه ده؟ والله لو اريد يلا يا انتي في البيت. ايه اللي ماما بتعمله ده؟ انا لازم اعرف هي بتدفن ايه. لازم اعرف برضه هي ماما دفن ايه. ايه ده؟ ده ذهب. قومي قومي. في ايه يا بت؟ قومي قولي لي. نعم. ذهبي فين؟ ذهب مين يا ام ذهب؟ ذهبي فين؟ كنت حاطاه في الدولاب دلوقتي مش لاقياه. راح فين؟ ما مديتش ايدي على ذهبك. يعني ايه ما مديتش ايدك على ذهبي؟ مش انت قلت لي انا عايزه اخوشها؟ قلت لك ما مديتش ايدي. وما راح فين؟ والله يا بنتي ما شفته. عفريت؟ عفريت جخده؟ يا بنتي يعني انا بدل طلعي الدهب يا ولية. يعني انا بدل طلعي الدهب بدل ما فتشي. فتشيني؟ طلعي الدهب احسن. حصلت تفتشيني؟ حصلت. ده انا ممكن اوديكي الاسم، ده انا ممكن اجيب لك البوليس هنا ياخدك. ليه؟ طلعي الدهب. والله ما شفته. كده في هدومك كده قومي ودوري لي وطلعي لي دهبي. اهو يا بنتي. منك لله. مني لله؟ تمام ما تسألني تقولي لي منك لله؟ اهو فتشي نفسك. طلعي لي دهب. والله يا بنتي ما شفته. علبة الدهب كانت مليانة دهب. أنا عايزة دهبي. هو إيه؟ في إيه الزعيدة؟ بتزعقوا لي إيه؟ تعالى شوفي حل. يعني إيه أشوف لك سرق الدهب؟ في إيه؟ سرق الدهبي. علبة دهبي كلها. إيه اللي أنت بتقوليه ده يا رندا؟ دهبي اللي هتسرقه وأمي اللي هتسرق دهبك. أيوه أنا كنت قاعدة جنبها من يومين قالت لي بعيد لي خويشة عشان أحج ولا أعمل عمرة. عايزة أعمل عمرة على قفايا. بس قلت لها والله يا ابنك ما مديتش إيدي على حاجة. لا أنت خدتي دهبي. لا أنا أمي ما بتعملش كده. عملت يا شادي. يعني هي هتسرق عشان خاطر تروح تعمل شادي. عمرة. هو في حد لأن إحنا الأربعة مين هياخد دهبي؟ ما خدتش والله يا ابني. رد عليا. والله يا ابني ما شفت حاجة. دي مش هتنفعك. هو يوم ما تكوني عملتيها. والله يا ابني أبدا. أنت لسه بتستأذنها؟ أنت بتاخد إذنها؟ هقول لك حاجة. أنا هتصل بالبوليس. طب استنى هسألك سؤال. أنا هتصل بالبوليس. هسألك سؤال. أنا ربيتك على كده؟ لا بقى السهوكه بقى دي بقى انا ربيتك بقى رد سيبيني اسمعها رد السهوكه دي ما بتاكلش معايا انا ربيتك تسرق لا يبقى انا مش هسرق عشان زي ما ربيتك ربيتنا اتربي جبتي الكلام ده منين بقى؟ عايز اعرف كان محطوط في الدولاب يا شادي وانا كنت لابساه ودخلت عشان اعمل الاكل دخلت قلعته قلت وحطيته في المكان وهي عارفه المكان اللي انا بحط فيه الدهب وهي اللي بتشوفني تمام دلوقتي داخله عشان البس ذهبي مش لاقيه هو انت ياما مش ناويه بقى يعني انا كل الكارب اللي في حياتي ده كل الكارب انا بقى انا هتجنن منكم اللي انتوا فيه ده انا مش عارفه اعصابي باظت اعصابي باظت حرام عليكي ياما حرام عليكي يا شيخ انا عايزه علبه دهبي انا عايزه علبه دهبي يا ستي دهبي وخلا ايه انا عايز اعيش مرتاح ان شاء الله انت كده وهاتي لي دهبي هاتيلها الدهب خلينا نخلص ياما انت مش مضايق انت مش مضايق ولا هتكذب عليكي لا هتكذب عليكي لا ردي عليا خلاص اتصلي بالبوليس انا مش حد اتصل بالبوليس اطلعي يا اما بالدهب اطلعي يا اما بالدهب خليها نقص خلاص انت هتمدي ايدك عليا ولا ايه؟ خلاص هتمدي ايدك عليا تسمع كلام مراتك اسمع كلام ده انا هولع في اي حد عشان خاطر مراتي اقعد هنا اه يا العلف ده مدي ايدك على اخر الزمن وصلنا للمرحله دي حراميه هيتقطع ايدك خشي جوه انت هتقعدي تضحكي لي خشي جوه يلا مش همشي وشك هنا ما انا عايزه عجبني امشي
يوصل لدرجة انك تسرقيها بتخلي رقبتي زي السمسمة قدامها؟ حرام عليك يا شيخ، حرام عليك. ده امتى بقى ربنا ياخدك واخلص مني؟ تاخد يا شادي، خد عشان تصدقني. اتفرج، العلبة دي كانت مدروسة ذهب، انت عارف ذهبي. بص يا شادي، شوف المنظر. خلاص يا رندا، خلاص انا اديتلها اللي فيه نصيبها. رندا هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ اللي عمل عمل ربنا، عايزين اعمل ايه؟ اروح اخلوها اموتها. مش عمل عمل ربنا وكل حاجه، بس ده ذهب اكتر من اكتر من مليون جنيه. يا ست ما تشغليش بالك. يعني ايه هتجيبه لي؟ اه هجيبه لك، مالكيش فيه. لا ما لازم مالكيش فيه بقى، انا اديت لها اللي فيه نصيب. قلنا بقى اعمل لك ايه؟ مش هينفع معانا يا شادي، مش هينفع. يشوف لها حل. ما تتصل باختك. هي فعلا انا مش ناقصه. اتصل باختك يا شادي. منها لله، والله والله منها لله. حرمتني من دهبي. حسبي الله ونعم الوكيل. بيت الشوف نار جهنم. قهرتني على دهبي. انا لسه ما فرحتش بيه، ده كان لسه جديد والله، ولا عندي سندريسي. حسبي الله ونعم الوكيل. جحده جحده. الو، انت تسيب اللي في ايدك وتيجي تاخد امك وما اشوفش وشها في بيتي تاني. عيب كده يا شادي، في ايه مالك؟ خدي بعضك وتعالي لي دلوقتي يا دعاء، دلوقتي حالا، بدل ما هتلاقي امك في الشارع. شارع؟ اقفل يا شادي اقفل، انا جايه. بعيدة بعيدة، تشوف البلوه اللي امها عاملاها. اصل ما وصلتش للسرقه، انا فايه اللي مكفيني؟ انا نايس. انا اتقهرت على ذهبي يا شادي، هموت. حاسه ان هيجرالي حاجه، حاسه ان هتجلط كده. يما خدتش الحاجة وكمان بتعيطش؟ أحياكم. عارفة أنا قاعدة هنا جنبك ليه؟ أنت قلبيني. عشان أنت حرامية. أنا يا ابني. أه. أنت حرامي؟ لا أنت اللي حرامية. لو أنت حرامي كنت ربيتك على السرقة يا ابني. شارع بره وبعيد. أنا بقى محن. أنا جوزي ده حرامي؟ العمليات والشغل ده. تسمع كلام مراتك يا ابني؟ اه اسمع كلام مراتي. وش السعد؟ ايوه انا بكذب. مش السعد. طب هسالك سؤال، طول عمرك طلعت كدابه هتطلقها؟ مين؟ لو اكبر وشك. انا مراتي عمرها ما تكذب عليا ابدا ابدا. بصي بصي بصي، اول مره اشوف ست كبيره وعايزه ابنها يطلق. حول الله يا رب. جبت انا وعايزه اسلوبي انا. انت كمان تسرقيني وتغلطي فيا؟ والله العظيم يا وليه اقعدي بقى وتهدي بقى اتهدي بقى. مش عارف دعاء بتعمل ايه كل ده. ما تتصل بيا استعجلها. والله يا بنتي ظلمتيني، بس مش انت اللي ظلمتيني، انت ولا حاجه، انت اللي ظلمني. اه كلنا ظلمه، ظلمه احسن ما نكون حراميه. اول مره اعرف ان امك. ولا انا والله، انا اتصدمت فيها زي قفلت منها خالص. بس انا برضو مقبوره على ذهب. ذهبك يا بنتي برضو كله في الاخره. يا وليه اطلعي بالذهب، اطلعي بالذهب بقى، اطلعي. طب هديكي الغش هتحجي. ايوه اطلعي بقى بالدهب وخدي الغويش، ايه رايك في الفكره دي؟ صحيح؟ اه صحيح، قومي هاتي الدهب. يلا هاتي الدهب وهديكي هديكي غوشتين. اعمل بيهم ايه؟ تحجي، مش كنتي نفسك تحجي وحاطه عينك على الدهب؟ اه هتلاقيها كان نفسها تحجي عشان تتوب. بايدك طويله يا امه، انت نزلتي من نظري. ايوه اسكت عشان ما اقولكش، عشان حرام عليك ما تسمعش كلام مراتك. مراتي عمرها ما تضللني. مرتك مش هتضللك؟ اه طبعا عمرها ما هتضللك. بكره الايام هتوريك. بكره بقى الساعه كام ما تعرفيش؟ خلاص بقى وافقي بقى. اوافقي على ايه؟ طلعي غوشة، طلعي الغوايش بتاعتي وحاجتي وانا هديكي غوشة. والله يا بنتي ما اعرف طريقه. ليه بقى طلعي؟ والله ما اعرف طريقه. ما انا مش هصدقك عشان انا ده ما حدش يعرفه الا احنا الثلاثه. عيب يا بنتي. يعني انت حراميه مش هتبقي كدابه؟ على رايك. على رايك. انا زعلانه منك، انت ما تسويش. زعلانه مني ليه؟ انا زعلانه منه. وتزعلي مني ليه؟ زعلانه منه عشان احب ادور على حاجتي. لا زعلانه منه هو. ما تتصل استعجل اختك عشان انا بصراحه انا مش عارف انا بتعمل ايه كل ده. مين؟ يا نوري ازيك يا عمتي؟ وحشتيني. انت كمان عمتي. انا كنت عايزه اقول لك على حاجه. ايه؟ تعالي كده بصي.
طب اصبري اصبري يا نوري، في ايه؟ مالك يا ماما؟ انا الصبح شفت ماما بتحط دهب هنا بتدفنه، بس الله اعلم بقى هي كانت بتعمل ايه فيه، بس هو سليم. بصي حتى دهب ايه يا نوري؟ اصبري طيب، انت اكيد شايفه غلط. لا بصي، ايه ده؟ ده دهب رندا والسلسله بتاعتها كمان اهي. طب وهي حطهم هنا ليه؟ مش عارفه، انا الصبح كنت نايمه لقيتها، مشيت وراها لقيتها دفنتهم هنا. بص يا نور، مش انا عمته حبيبته؟ اه. مش عايزاكي تقولي اي كلام اللي انت قلته لي ده، وخصوصا قدام بابا. ماشي ماشي ماشي، اتفقنا؟ ماشي، يلا بينا. اهي جت اهي. الحمد لله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا شيخ؟ ايه يا حاجه؟ مالك؟ ماله شايف؟ سبت الدنيا، سبت الدنيا بتاع مراته. دهب ايه؟ مراته. بصي بقى يا دعاء، خلصت الكلام، كلمتين ما لهمش تالت. انت تاخدي الولاد دي وتطلعوا بره وتشوفوا وشكوا ولا تاني. ليا؟ اه وليا، انا امي مش حراميه يا حبيبتي، طالما هي حراميه تبقاش امي. هسيبك معاك بعدين. شيء دعاء استني يا ست الكل. يا شادي مش هقدر اتكلم في وجودك. طب اصبري، طالما انت قاعد يا شادي مش هقدر اتكلم. لا ما انتش تتكلمي يا رنوب، عشان خاطر انتي شكلك جالك زهايمر. زهايمر؟ اه. ليه زهايمر؟ انتي ناسي ان انتي مدياني الدهب لما كان عندي فرح من كام يوم؟ ايه؟ انا عندك الدهب؟ انا قلت لك ليا كلام تاني معاك. يا نهار اسود ومنيل. استني يا ست الكل اصبري بس. يا نهار اسود. دهبك هو رنوضه. أنا قلت لك الذهب؟ أيوه يا حبيبتي، مش أنا قلت لك أنا عندي فرح واحدة صاحبتي هاي كلاس قوي، وأنا على قدي ما عنديش الذهب بتاعك. اللهم بارك اللهم بارك، ربنا يزيدك يا رب. وأنت قلتي لي خدي يا دعاء، إحنا إخوات. تلبسي؟ شادي، هو أنت وصلتي درجة الزهايمر بتاعتك لكده يا رندا؟ وصلتينا ليه؟ شفتي وصلتيني ايه؟ ايه برضه العيب مش فيها؟ انت صدقتها عليا. انا يا شادي. ايه يا ماما؟ خدي الذهب. انت هتيجي معايا يا ماما؟ انت مش قاعده هنا، مش هينفع تقعدي هنا اصلا. عارف ليه يا شادي؟ هي هتقعد معايا بس تعرفوا قيمتها وترجع لكم تاني. تعرفوا قيمتها وترجع لكم تاني. بس بقى بطلع يا ست الكل، دموعك غاليه. صعب قوي، مش صعب ان هي صعب، مش هي مش مقصره. ابني يصدق، ابني يصدق في الحكايه دي. معلش يا ماما، اصلا يقعد هما الاثنين. لا لا لا، يقولوا لي يا حراميه وخايفين يقوموا. ما تقلبي حاجه تاني. ايه يا استاذ شادي؟ معلش بقى، ممكن كلمتين؟ اه طبعا يا رنود، روحي انا جايه وراك. يا استاذ يا راجلنا يا كبرنا، يعني مفيش منك. امك تقول عليها كده؟ انت عارف لو هي مش هتتقهر انا كنت قطعت علاقتي بيك. بس عامه كده ولا كده يا باشا، انا هاخدها تنورني بيك. ماشي يا ست الكل، اديني ثواني وراجع لك تاني. ايه يا رنا؟ دعاء انا ما اتفكيش دهب. لا فكري. لا انا مفكره دعاء، انا من عندي زايم. انت جبتي الدهب ده منين؟ من المكان اللي انت دفنتيه فيه. انا عايزه اسالك سؤال واحد، انت عملتي كده ليه؟ يعني قلبك جابك ان انت تعملي كده ازاي؟ انا اقول لك بقى انا عملت كده ليه؟ وليه؟ انت قاعده في بيتك صح؟ اه. لوحدك صح؟ اه. واخده راحتك صح؟ تمام. ومحدش بيشاركك، محدش بيقول لك اعملي كده، شيلي دي، حطي دي، ربي ده، اللي انت تربيه في عيالك هي بتهده، صح؟ انا بقى كل ده مستحملاه. عرفتي انا عملت كده ليه؟ لا يا رنا ده مش مبررك. انت تعرفي يا رنا ان انا حماتي لما بتجيلي وبتقعد، انا اللي بتحايل عليها ان هي تقعد معايا. بتجيلك ايه؟ يوم؟ انا اللي ساعة؟ بتحايل عليها تقعد معايا عشان هي قاعده لوحدها. دعاء انا مش واخده راحتي في بيتي. انا امي
انا امي انا بتقول لك اعملي ده وسوي ده؟ امي اللي مش عارفه تاخد نفس؟ اه بتقلي؟ اه بتعمل. انا لسه ستره عليكي جوه. بتعمل. انا لسه ستره عليكي جوه. عارفه انا عملت كده ليه؟ لاني ربنا زي ما بيقول كده اللي ستره ربه ما يفضحوش عبده، بس حطي في بالك هتتستري مره، التانيه، التالته، الرابعه، لازم 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 يتكشف سترك. مش هينفع يا رندا، اللي انت بتعمليه ده غلط. بصي يا رندا انا هقول لك على حاجه، ركزي بس دقيقه واحده وشوفي نفسك وانت عندك 70 سنه قد الست اللي جوه، هتعملي ايه؟ هتبقي عايزه ايه؟ عايزه نور تعمل فيكي ايه؟ قولي لي كده، عايزه نور بنتك تعمل فيكي ايه؟ اكيد مش عايزاها تعمل فيا اللي انا عملته. طب انت قلتي اهو، انت عارفه شادي وصلتيه لفين؟ يقول على امه حراميه يا رندا، امه حراميه، الست اللي ما بتنطقش. انا ما اقدرش ادخل جوه واعمل بوليكه واقعد اقول لا. وامي انا عارفه انت بتحبي شادي قد ايه، بس حبك عندك جنون وده غلط، ده خراب بيوت يا رندا، وانا ما ارضاش ان حد يخرب بيتي لان انا اكيد بغلط، فهبقى محتاجه ان حد يعمل معايا كده. بصي يا رندا انا هقول لك كلمتين، اللي تعوزي يتعمل فيكي اعمليه، انا سترتك عشان عايزه في يوم من الايام اتستر.